معكم رحال المغربي مفتاحي بطل المغرب فريق سباق الدراجات ولد مدينة جديدة. هاد السنة دايرين مشروع اللي هو كبير اللي غادي يكون رحلة طواف تحدي القارات الثلاث للشعار ديالها المغرب اليوم ليس هو المغرب الأمس، اللي غتكون تقدير المسافة الإجمالية 50,000 كيلومتر. والرحلة اللي كانت قبل رحلة الحج اللي علاش انا الغيتها وليله في واحد الوقت اللي هو وزيز، لان كان عندي واحد امتحان اللي ما كانش علي انني نقدر انني نلغيه. دعماني الجهات اللي مندعمين اليوم جهات رسميين، كاين وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه ووزاره السياحه والنقل، واضافه الى تامين شخصي من عند اجهزه الدرك والامن. بالنسبه للشركه اللي غتكون معايا، تكون معايا شركه اللي هي رسميه، اللي هي شركه يحيوي شوب اللي كاين المقر ديالها في كازا، اللي هي اللي غتعطي واحد ليماج زوينه للمتابعين ديال الرحال المغربي عين فتحي، اللي غيكون جميع الجرائد الوطنيه والدوليه واضافه الى جريده اشواق اللي تكون عندها واحد ليماج واحد الصوره اللي غتقدمها للمتابعين ديالها. بالنسبه للرحله غادي يكون معايا فرق ديالي اللي تكون ديما هو معايا، كيف تكون حنايا جنود خفاء فيهم اطباء وفيهم اللي متبعين الحاله الصحيه ديالي ومتبعين الاجهزه ديال الدراجه، كل شيء غيكون تقريبا. فكره انا نضرب ثلاث قارات، لان الرحله الاولى ديالي كدير جبل اطلس، من مورا درت رحله من قول محتل خميسات، يعني درت عده رحلات في داخل المغرب. وكانت اول رحله لي غادي نخرج على التراب الوطني هي رحله داكار، اللي كان الشعار ديالها المغرب في قلب افريقيا. وهاد السنه اختاريت ان ندير رحله ثلاث قارات باش نشوفوا الثلاث قارات اشنو فيهم، مع تعرفوا على التقاليد ديالهم وعلى ايجابيات ديالهم على السلبيات، يعني نتعرفوا على الناس كيفاش يعيشوا، وتكون واحد ليماج زوينه لان افريقيا واسيا واوروبا يعني راه كيف نقولوا حنايا دوله واحده. التراجي ديالها غتكون يكون الديبار ديالها من المغرب، من مدينه جديده بالضبط، تكون نهار 17 في شهر 8 2022، غتكون الديبار من جديده واتجاه موريتانيا السنغال، يعني باختصار انه غيمشيو حتى لا سود دافريك جنوب افريقيا، ومن مورا ندوزو عاوتاني على الموزمبيق، دار السلام، السودان، مصر، ولا تحت لي فرصه انني ندخل على اراضي فلسطين، ومن مورا ندوز للسعوديه، ندوز العراق نمشيو لفرنسا، تركيا، فرنسا اسبانيا، ونعاود نرجع للمغرب. يعني هاد التراجي اللي قلت دابا يعني التراجي باختصار اللي هو تراجي كبير، يعني تقريبا تكون الدول اللي كاينه 39 دوله اللي غادي ندوز منها. يعني الرساله ديالي ان ندير هاد الشباب يعني كملوا في هذه الرياضه، رياضه الدراجه، ويعني اي رياضه اخرى يعني كملوا فيها، يعني وما يشوفوش السلبيات اللي تواجهوها من قدام، يعني نساو هذوك السلبيات وديروا واحد العزيمه قدامكم، واحد الهدف قدامكم. الرسالة الأخيرة يعني تنوجه الشكر لجريدة أشواقع، وتنشكر جميع المتابعين لجريدة أشواقع، وتنقولوا لجميع المتابعين لأشواقع وجميع المغاربة اللي بغى يتبع هذا البرنامج ديالي، غادي يكون رحلة تحدي القارات الثلاث، يطابي سيغ لاباج فيسبوك أو سيغ يوتيوب الرحلة المغربية عين فتحي أو فواياجور ماروكان عين فتحي، وغتلقاو جميع المعطيات ديال الرحلة وجميع الصور اللي تكون صور في أحسن ما يكون. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.